بركاته. ازيكم السنه الثالثه عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله عندنا درس جديد في الجمع اسمه الجمع باعاده التسميه. طب احنا خدنا مع بعض قبل كده جمع عددين مباشر، النهارده بقى جمع باعاده التسميه. تعالوا نعرف مع بعض ليه سموا الدرس باعاده التسميه. طبعا السؤال بتاعنا اجمع، وعامل لك الاعداد بتاعتك اهو 5435 زائد 4327. بدأ يمثل لك الأعداد دي سنة ثالثة على المعداد، عمل لك المعداد الأولاني مثل فيه العد الأول 5435، بدأ يحط أهو خمس الأحاد، خمس كرات زرقاء، وخد معاها خمس الأحاد من الرقم الثاني سبع كرات حمراء، وبعدين جمع خمس العشرات ثلاث كرات زرقاء، وخد معاها من العد الثاني برضو العشرات اتنين كورة حمراء، وبعدين في خانة أو في المئات جمع معاك أربع كرات زرقاء مع ثلاث كرات حمراء، وبعدين جمع برضو خانة الآلاف واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، خمس كرات زرقاء مع أربع كرات من العد الثاني حمراء. يبقى هو كده جمع الآحاد مع الآحاد، العشرات مع العشرات، المئات مع المئات، الالاف مع الالاف. تعال بقى بص معايا على خانة الاحاد، ايه اللي حصل فيها؟ طلع فيها كام كرة؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر. بقى فيها اثنى عشرة كرة، طبعًا ما ينفعش في خانة الأحاد يبقى فيها إيه؟ اثنى عشرة كرة. فعمل إيه سنة تالتة؟ خد 10 كرات، واحد اثنين اهو بدأ بص للمعداد الثاني اهو، ساب كرتين بس وخد 10 كرات من خانة الاحاد. 10 كرات من خانة الاحاد لما تروح لخانة العشرات تبقى 10 واحدة، تعمل واحد في خانة ايه؟ العشرات. وراح منزل العدد بتاعه في خانة العشرات عادي اللي هو 3 زائد 2 5، وحط واحد كمان من خانة الاحاد اللي هو العشر كرات، راحت بواحد في خانة العشرات، بقت فيها كام كرة بقى كده؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، بقى فيها إيه؟ ستة، ست كرات. ونزل خانة المئات زي ما هي، جمع ثلاثة زائد أربعة، ونزل خانة الآلاف زي ما هي، يبقى خانة الأحاد هنا بقى فيها إيه؟ كرتين اثنين، وخانة العشرات بقى فيها ست كرات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ودي خانة المئات ودي خانة الآلاف. يبقى مين اللي اتغير اسمها هنا؟ خانة ايه؟ العشرات، لأنها راحت لها كرة ايه؟ زيادة أو واحد ايه؟ زيادة. خلاص؟ عشان كده الدرس بتاعنا اسمه بإعادة التسمية. طيب المسائل عندي في الامتحان ممكن تجي لك رأسي وممكن تجي لك أفقي. مسائل رأسية ومسائل أفقية. دي المسألة بتاعت المداد بتاعتي هي هي، حطها بشكل رأسي. تعالى بقى في الامتحان هنجمعها ازاي؟ هنجمع طبعا الأحد مع الأحد الأول، 5 زائد 7. ماشي؟ بعد عادي من الصغير من الكبير للصغير، 7 فوقي و5 على إيدي. بعد السبعة 8 9 10 11 12. 12 طبعا مش هحط ال 12 كلها، هحط الاثنين ومعايا الواحد، يبقى الواحد ده بقى هيتحط فوق إيه؟ فوق التلاتة، التلاتة هيتغير اسمها، يبقى اسمها ايه؟ أربعة، هو ده بقى إعادة التسمية، أربعة واتنين ستة في خانة العشرات، وجمعنا المئات وجمعنا الآلاف، أربعة وتلاتة سبعة، وخمسة وأربعة ايه؟ تسعة. يبقى كل المسائل ممكن تجيلك بالشكل ده، اجمع بقى معايا دي، ها، خمسة زائد سبعة، خانة الأحاد، 12، اتنين ومعايا الواحد، الواحد هيتحط فوق التلاتة هيبقى اسمه أربعة، برافو عليكم، أربعة وخمسة تسعة. يبقى انا غيرت اسم خانة ايه؟ العشرات. طيب تعالى نجمع خانة المئات، 3 و4 7، 6 و1 7، برافو عليك. نقرا العدد كده، 7792. تعالى نشوف مسألة تاني، نقرا المسألة الأول برضه، 37036 و45489. هيجمع برضه خانة الأحاد مع بعض، 6 و9 15، 5 ومعايا الواحد، واحد فوق التلاتة هيبقى اسمه 4، 4 و8 12، 2 ومعايا الواحد، واحد فوق الصفر هيبقى اسمه ايه؟ واحد، واحد و4 5، 7 و5 12، 2 ومعايا الواحد، واحد فوق التلاتة هيبقى اسمه 4، 4 و4 8.
ممكن المسائل تجي لك رأسية، يبقى برضو الأحاد مع الأحاد، العشرات مع العشرات، المئات مع المئات، والألوف مع الألوف. ممكن المسائل تجي لك اختر الامتحان. تعالوا معايا بقى يا حبايبي في سؤال اختر. ممكن يجي لنا في الامتحان سؤال اختر، ده طبعا بيجي كتير جدا. بيقول لك ممكن ناتج جمع، وعملنا برضو مسألة جمع، طبعا ما احلهاش ابدا، او ما اختارش من الاختيارات بتاعتي الا لما ايه اطلع ناتج الجمع الاول. بعد ما اطلع ناتج الجمع على طول اختار الاختيار بتاعي ايه الصح. ممكن تجي لك مساله برضو جمع، يقول لك اقرب الى. طب اقرب الى، قبل ما اختار الاقرب لازم برضو اطلع ناتج الجمع. انا جمعتها طلعت 4000، طب هي تبقى قريبه من ايه؟ اكيد 4000 وايه؟ وواحد. شكرا سعادتك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.